هذه الفترة اللي هي عام 1415 كان فيه مباراة بين الهلال والرياض النهائي الشهير اللي صار فيه احتكاك لاعب نادي الرياض وطرد لاعب نادي الرياض، كان الاحتكاك أعتقد مع خالد الرشيد اي هذه المدافع. كانت، هذه كانت نهائي كاس ايه سمو ولي العهد، ايه وكان وقتها الملك عبد الله الله يرحمه ويسكنه الجنه كان وليا للعهد، وكانت المباراه بين الهلال والرياض، وفي منتصف الشوط الاول كان في كره على خط التماس، لعب خالد الرشيد لعبه عنيفه على كولاديو، فعلى طول صفرت وجيت مسرع الى الحدث على اساس اني بعطي خالد رشيد انذار وفي مخالفه على خالد رشيد لا خلاف. أي. في اللحظه اللي انا اتجه للحدث، اللاعب البرازيلي كولاديو لاعب الرياض مسك خالد رشيد بشعره، هذا يعتبر في قانون كره القدم اعتداء على اللاعب، فاخذ كرت احمر طرد. فمن هنا صارت في ردة فعل من رئيس بس كانت نادي الرياض أي. ولاعبين نادي الرياض بالاحتجاج، وهو احتجاج غير مبرر، أنا طبقت قانون كرة القدم. وصلت الاحتجاجات أو المضايقات إلى خارج الملعب معك فيها؟ لا بس إنه كانت ردة فعلهم عنيفة، بأني أنا هم ارتأوا بأني أنا تعمدت طرد اللاعب، وهذا غير صحيح. اللاعب ارتكب مخالفة تستحق الطرد، وبالتالي إذا أنا لم أطرده معناته أنه أنا لم أكن حكما عادلا. كانت مسكة خفيفة يمكن كما وصفت، يعني أنه ما تستحق أحمر. لا هو المسك، المسك لا، لا ما فيه مسك خفيف أو مسك عنيف، المسك هو يعتبر اعتداء، في اللقطة موجودة واللقطة حاضرة تعاد على المشاهدين ويشوفونها. أنت تشوف يعني أنا أرى بأنها طرد. تصرفك صحيح، يعني كان نعم طرد. هذه يطبق عليها قانون كرة القدم وهي طرد. أنذرت خالد رشيد خالد فيها؟ رشيد أنذر، والمخالفة كانت للاعب كولاديو بعد طرده. يعني أنت ترى أنك لم تظلم نادي الرياض في لا هذا لا 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 أبدا. لا الحمد لله لا ما أظلمه، أنا ما أبرر نفسي، ولكن أنا أقول قد يكون الحكم يخطئ، لكن في هذه الحالة، في هذه الحالة القرار صحيح 100%، ولجنة الحكام أيدتني، والاتحاد السعودي لكرة القدم يعني أيدني في القرار بأنه الحالة طرد.